في بيان مشترك، الرئيس السيسي ونظيره الجزائري يؤكدان على الطابع الاستراتيجي المتميز للعلاقات الثنائية. الرئيس السيسي وتبون يوجهان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة. مدبولي يؤكد أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم، والبداية بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر. زيارة تؤكد استراتيجية العلاقة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين. كما عقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مع تبون أكد فيه على استراتيجية العلاقة الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. هذا وقد ودع الرئيس السيسي نظيره الجزائري في ختام زيارته التي امتدت يومين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين، والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة. نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيانا مشتركا لمصر والجزائر بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تضمن البيان تأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين، إضافة إلى توافق الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس الجزائري. وأضاف الرئيس السيسي على أن هذه المباحثات عززت العلاقات المتميزة بين البلدين. لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين. وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كما ذكر الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة القادمة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. فقد توافقنا على ما يلي: تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتسجيل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها. وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة. كما قال الرئيس السيسي إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس السيسي على أن المباحثات تناولت قضية الأمن المائي المصري كونه جزء من الأمن القومي العربي. من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية. هذا كما أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن. كما اتفق كذلك على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين، وبما يعود لليبيا
إلى الليبيين، وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها. كما أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت لآخر تطورات القضية الفلسطينية، وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التوافق على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، حيث توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وللمزيد من المتابعة انضم لنا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ضيفي الكريم، بعد التحية، في نهاية زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر والتي استمرت يومين وشهدت العديد من المباحثات والمناقشات والتوافق حول العديد أيضا من الملفات، كيف تابعت هذه الزيارة؟ بكل تأكيد زيارة في توقيت شديد الأهمية قبيل انعقاد القمة العربية، كان التشاور هاما وضروريا بين مصر والجزائر بوصفهما ركيزتين للعمل العربي المشترك، وفي ظل أوضاع تتعرض فيها المنطقة لضغوط دولية وتدخلات إقليمية نعلمها جميعا من بعض القوى الإقليمية تستلزم تماسك الجبهة العربية، ومصر والجزائر في مقدمة الدول التي تستطيع أن تواجه وتسعى من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة. سواء كنا نتحدث عن ليبيا، فمصر والجزائر دولتي جوار، أمنهما القومي مرتبط بأمن واستقرار ليبيا، هما أكد عليه الرئيسان اليوم في مباحثتهما وبيانهما الصحفي ومؤتمرهما الصحفي المشترك. خروج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة والإرهابية من الساحة الليبية حتى يتفرغ أبناء الشعب الليبي لإقامة دولتهم وانتخاباتهم بالشكل الذي يتفق مع الصالح الوطني الليبي بعيدا عن التدخلات. إسناد الموقف التونسي والسوداني وبحث الأوضاع في سوريا وعودتها للانضمام للجامعة العربية وحضور القمة العربية القادمة وفقا لما هو مطلوب على الساحة العربية من تشاورات، مصر بتلعب دور هام جدا في المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الجزائر تسعى خلال المرحلة القادمة في استضافة حوار فلسطيني يقود لمصالحة وطنية لمصر خبرة واسعة فيها. كلا الدولتين أيضا يتعرض لملف الإرهاب، وهناك ارتباط بين انتشار الإرهاب وتوغله في إقليم الساحل والصحراء والأمن القومي الجزائري والمصري، وبالتالي دعم تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والعسكرية كفيل بمواجهة هذا الخطر الذي يحدق بنا جميعا. كذلك الأوضاع العربية في مجملها تحتاج لدعم ومساندة من العواصم العربية الكبرى. يعني أنا أتصور الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج يستطيعون معا من خلال قمة الأمل القادمة الخروج بموقف عربي موحد ضد التحديات والمخاطر. العلاقات الثنائية نتصور أيضا من الملفات الهامة، وكذلك ملف سد النهضة كان حاضرا، يعني بحكم أن للجزائر اتصالات إفريقية هامة، وكذلك مصر تقدم رؤية عادلة لإدارة ملف المياه بشكل يحمي مصالح الأطراف الثلاثة. وما أكد عليه الرئيسين التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للأطراف بما يقود لأمن واستقرار المنطقة. نعم، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه تم إجراء مباحثات مثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بين البلدين. وأضاف الرئيس الجزائري على أنه تم الاتفاق على مواصلة جهود تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين. بيننا تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الأسيوية. كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة العمل على صياغة استراتيجية للتعاون الجزائري المصري على الصعيدين العربي والأفريقي. وأضاف الرئيس الجزائري على أن هناك توافقا تاما في وجهة النظر مع مصر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. تطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي والجزائري المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 من يناير، داعيا الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم 25 من يناير سيظل خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات. وأضاف الرئيس السيسي أن هذه هي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب، وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة 25 من يناير.
أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أن يوم عيد الشرطة هو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمن. وتوجهت السيدة انتصار السيسي في صفحتها على الفيسبوك بالتحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، مؤكدة أنه لولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة. هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة 70. وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن ما قدمه رجال الشرطة في مثل هذا اليوم من بطولات هو مجرد رمز ونموذج على البذل والتضحية التي يقدمونها دائما فداء للوطن. وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانها عن تثمينها لهذه التضحيات داعية الله عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة ويحمي مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار. احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70 بمشاركة المواطنين في الشوارع والميادين العامة، وقام رجال الشرطة بتوزيع هدايا وورود وكتيبات إرشادية للمواطنين الذين قدموا التهنئة لرجال الشرطة على جهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن. مظاهر الفرحة والبهجة هي الأجواء التي سيطرت على الشارع المصري في ذكرى عيد الشرطة 70 بعد نزول رجال الشرطة وسط المواطنين للاحتفاء معهم بذكرى التضحية والبطولة المخلدة في الذاكرة التاريخية للوطن، حيث تلقوا التهنئة من المواطنين والإشادة ببطولاتهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة طيبين. ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم ويقويهم وينصرهم يا رب بإذن الله ويحافظ عليهم. كل سنة طيبين. ويحافظ عليهم بإذن الله. ربنا يحافظ عليهم. شكرا جزيلا. كل سنة وأنتم طيبين وعيد شرطة جديد وسعيد عليكم إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها ويحفظ شعبها إن شاء الله من كل سوء. ويعودها علينا وعليكم بخير ويكونوا كده يعني أو نكون إحنا قد تضحياتكم. الورود والهدايا التذكارية أهداها رجال الشرطة للمواطنين في الشوارع والميادين في كافة المحافظات، وتقدير من الشعب المصري لرجال يضحون من أجل وطنهم ويسهرون على حمايته، فهذا عيد كل المصريين. بحافلات مكشوفة تجوب الشوارع والميادين تحتضن بعضها القادرون باختلاف. كانت هذه صورة أخرى من صور الاحتفال بعيد الشرطة بعد أن امتزج رجال الشرطة وسط جموع المواطنين تأكيداً على التلاحم بين الشرطة والشعب. مبسوط جداً وسعيد اللي أنا موجود معاهم النهاردة، ومبسوط اللي أنا يعني مع كل إخواتي وسعيد جداً بالفسحة الجميلة دي. كل سنة وهم طيبين وهم فعلاً يعني يستاهلوا ده لأن هم بيحبوا بلدهم وهم عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في الدنيا. أنا فرحانة جداً جداً، إحنا في يعني إحنا بنزور الشرطة وكل حاجة، بس أنا مرة اللي فاتت زرت القرية الحربية أكاديمية الشرطة وكل حاجة، فأنا النهاردة إن شاء الله يعني أنا مبسوطة جداً أنا في عيد الشرطة إن شاء الله. كما تم توزيع مطويات تتضمن توعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع وأرقام هواتف للمساعدة وتلقي البلاغات والشكاوى في هذا الإطار. وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتيبات تحت عنوان القاهرة لا تتوقف، تتضمن كافة الطرق والمحاور بالقاهرة تساعد المواطنين على معرفة الاتجاهات في ظل منظومة الطرق والكباري المستحدثة. طبعا الكباري الكتيرة والمحاور الكتيرة اللي موجودة بتسأل علينا حاجات كتير قوي، وهي خطة جميلة الدولة بتنفذها وبتشارك فيها الداخلية، فاحنا بنشكركم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين ودايما كده معانا ودايما مع المواطن المصري. نشكر سيادة الرئيس على الطرق والمحاور اللي سهلت كتير واللي عملت سيولة مرورية في البلد واضحة طبعا وملموسة جدا، ونشكر وزارة الداخلية على الكتيب اللي وضح لنا الحاجات كتير.
والاحتفالات امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير. فرق موسيقات الشرطة استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية مصاحب لها توزيع الورود تحية لزوار مصر، وهو ما أضفى جوا من الفرحة والبهجة على الجميع. الفرحة هي فرحة المصريين بشرطة قوية قادرة على حمايتهم، مستعدة لتضحية من أجل وطنها ومواطنيها. فذكرى عيد الشرطة هو تأكيد على معاني تلك التضحية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. كما أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن وزارة الداخلية تقوم بتقديم العديد من الخدمات لرفع شأن المجتمع المدني. وأضاف محافظ شمال سيناء خلال احتفال المحافظة بعيد الشرطة 70 أن ما تشهده مصر في المجال الأمني خير دليل على تلاحم قوات الشرطة مع الشعب. ووجه محافظ شمال سيناء التحية إلى وزير الداخلية على النقلة الحضارية التي تشهدها قوات الشرطة، حيث كان لمحافظة شمال سيناء نصيب منها. إلى شهداء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء محافظة شمال سيناء، وهم يقفون يد واحدة ضد الإرهاب، هنيئا للشهداء في جنة الخلد. ولا بد أن نتذكر بكل فخر واعتزاز أبناء شمال سيناء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين استشهدوا على أرض المحافظة. هذا وقد أضيء برج القاهرة بشعار الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من أمام برج القاهرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ما هي مظاهر الاحتفال لديك الآن في عيد الشرطة 70؟ برحب بك وبكل متابعينا من أمام برج القاهرة، حيث تم إنارة البرج بشعار وزارة الداخلية وأيضا كتابة تحيا مصر احتفالا بالعيد 70 للشرطة المصرية، والذي يوافق أيضا الذكرى 70 لموقعة الإسماعيلية عام 1952. هذه الذكرى التي سطرت فيها قوات الشرطة المصرية ملحمة نضال وتضحية من أجل الوطن. والآن من خلف برج القاهرة يضاء بشعار وزارة الداخلية وأيضا كتابة تحيا مصر احتفالا بهذا اليوم ومشاركة الشرطة المصرية الاحتفال بعيدها 70، كما نرى الآن شعار وزارة الداخلية على برج القاهرة وأيضا كتابة تحيا مصر. هذه هي اللفتة المهمة جدا خلال هذا العيد، وهو تقديم للشرطة المصرية من كافة المؤسسات مع إداء برج القاهرة الاحتفال معهم بهذا العيد 70 للشرطة المصرية، والذي وافق أيضا معركة نضال وتضحية لهذا الوطن ضد الاحتلال الإنجليزي. عودة لكم مرة أخرى. نعم، أشكرك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات، وتعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان. وخلال استقباله السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، شدد رئيس مجلس النواب على الثقة التامة في أعضاء المجلس للاطلاع بمهامهم الوطنية. من جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب، ومشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تؤكد حرصها على توصل اتفاق ملء وتشغيل ملزم لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا لأقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة مع عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان. وأكد مدبولي أن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من نظرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل،
التي يعد النيل الأزرق مصدرها الأساسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تساهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول. وأكد مدبولي أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الاستعدادات اللوجستية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ COP27، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تكليفات خاصة من الرئيس السيسي بإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة قدراء، فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية. كما كلف مدبولي بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة باستكمال الأعمال في المنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تضم في عضويتها مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. أكد رئيس مجلس الوزراء وجود تكليفات رئاسية باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة. كما شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل تمهيدا لتسكين المستحقين بها. أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديث برنامج متابعة النمو البدني ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم. التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات فيتامين ألف الخاص بالنمو الصحي للطفل ليرتفع إلى 9 جرعات بدلا من جرعتين فقط، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. من جانبه أكد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض وائل عبد الرازق توفر كبسولات فيتامين ألف للأطفال بالمجان في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، ويأتي اللقاء في إطار جولة المبعوث الأمريكي بالمنطقة لتنسيق المواقف بشان أهم قضايا منطقة القرن الأفريقي، ويتبادل الجانبان الرؤى حول أهم القضايا والملفات بمنطقة القرن الأفريقي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القبرصي الجديد يوانس كلاسيدس، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وخلال الاتصال قدم شكري التهنئة لنظيره القبرصي على توليه منصبه، ومقدما إليه دعوة لزيارة القاهرة، كما أعرب عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات. وتوافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة المتوسط. كما تناول الاتصال تبادل الرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية، حيث عارض شكري الجهود المصرية في هذا الصدد. ينظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام اليوم وغدا جلسة حوار حول ترتيبات ما بعد 2021 بالصومال بمشاركة كل من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين. ويرأس الجانب المصري في جلسة الحوار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزع، بينما يرأس الجانب الصومالي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود عبدي حسن. تأتي استضافة هذه الجلسة في ضوء جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في الصومال والمساهمة في بناء قدرات مؤسساتها الوطنية. أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به
والتي تقوم به البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر بالقاهرة لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والعمليات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة، ودعا كذلك إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل حل هذه النزاعات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي ممثلي البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر، وثمن ممثل البعثة الدور الحيوي الذي يلعبه البرلمان العربي لدعم الدول التي تشهد نزاعات بالمنطقة العربية، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والصليب الأحمر بما يساهم في تقديم الخدمات الإنسانية للدول التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضرورة اطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع بالسودان وجذور الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني في الخرطوم مع السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية زينب علي كوتو والوفد المرافق لها. وخلال اللقاء أشاد البرهان بمواقف منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية الداعمة للسودان وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي يشهدها السودان. من جانبها أوضحت كوتو أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على مجمل الأوضاع بالسودان معربة عن أملها في الخروج الآمن والسريع من هذه الأزمة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. شركتا فايزر وبيونتك تبدأان التجارب السريرية للقاح جديد يستهدف متحور أوميكرون. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن جائحة كورونا ستبقى تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وقال أدهانوم إنه يجب على العالم أن يقبل بحقيقة أن جائحة كورونا ستظل ماثلة مستقبلا، وأضاف أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن 100 حالة كل 3 ثوان في المتوسط، وفقد شخص حياته بسبب فيروس كورونا كل 12 ثانية. ولا يزال من الخطر افتراض أن أوميكرون سيكون المتغير الأخير أو أننا وصلنا إلى نهاية الجائحة. أعلنت شركة فايزر الأمريكية وباينتك الألمانية المصنعتان للأدوية إطلاق التجارب السريرية لتقييم مدى أمان وفعالية لقاح جديد يستهدف الحماية ضد المتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا. يأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف من عدم فاعلية اللقاحات الحالية في الحماية ضد العدوى والإصابة بأعراض بسيطة والتي يسببها المتحور الجديد. وخلال تصريحات صحفية قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك أوغور شاهين إن الهدف من التجارب هو تطوير لقاح يمنح حماية لفترة طويلة ضد أوميكرون الذي اكتشف قبل أكثر من شهرين، وسرعان ما صنف على أنه الأكثر قدرة على الانتشار بين المتحورات كورونا. ذكرت مفوضة شرطة لندن أن شرطة العاصمة تحقق في الاحتفالات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطالبات بالاستقالة بعد الكشف عن إقامة احتفال بعيد ميلاده في مقر الحكومة خلال فترة الإغلاق الأولى. وقالت مفوضة شرطة لندن في جلسة استماع أمام لجنة بهيئة لندن التشريعية، قالت إن هناك تخوفا عاما بشأن سلوك مسؤولي الحكومة، مؤكدة أن الشرطة تحقق في عدد من الأحداث التي وقعت في داونينج ستريت التي تضم مكتب رئيس الوزراء ووايت هول التي تضم مقر الحكومة وعددا من الوزارات، وذلك خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للقواعد الخاصة بكورونا. رصدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سلالة فرعية جديدة من متحور كورونا أوميكرون. وما زالت الدراسات والأبحاث تجرى على السلالة الجديدة خاصة مع انتشارها بعدة دول على نطاق واسع.
تزامنا مع ارتفاع إصابات كورونا عالميا مدفوعة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، ظهرت سلالة فرعية جديدة جرى رصدها في بريطانيا. السلالة الفرعية من المتحور الجديد أوميكرون أطلق عليها BA2، حيث تواصل هي الأخرى الانتشار بين دول العالم في الوقت الذي أعربت فيه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عن نواياها لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. ففي الدنمارك على سبيل المثال تمثل BA2 حاليا ما يقرب من نصف نتائج فحوص كورونا، كما انتشرت السلالة الجديدة في كل من بريطانيا والنرويج وفرنسا والهند والسويد إضافة إلى الولايات المتحدة. وما يزال العلماء يدرسون هذه السلالة الفرعية، لكن التحليلات الأولية لا تظهر أي اختلافات في معدلات الاستشفاء، كما أنه من غير الواضح مدى فعالية اللقاحات ضدها. ويقول الخبراء إن من طبيعة الفيروسات أن تتغير وتتحور عشرات المرات، لذلك من المتوقع أن تظهر متحورات جديدة مع استمرار الوباء. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا الأسبوع. في الوقت نفسه أعرب الكرملين أن موسكو تتابع عن كثب تأهب القوات الأمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن وضع الولايات المتحدة لقوتها في حالة تأهب قصوى لا يؤثر على المحادثات معها. أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السفارة البريطانية ستستمر بالعمل في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي وجه جونسون التحية للسفير البريطاني لدى أوكرانيا وكل الحلفاء على تفانيهم في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي. السفارة البريطانية تبقى مفتوحة في أوكرانيا وستستمر بتوفير المساعدات القنصلية للمواطنين البريطانيين في أوكرانيا، وأنا أحيي تفاني السفير البريطاني في أوكرانيا. أحيي كل الحلفاء على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الجبهة الشرقية للناتو. نعرف أن الدنمارك قد أرسلت عديد من القوات بالإضافة إلى F-16 للمساعدة في العمليات، وأعربت فرنسا عن استعدادها لإنسار الجنود إلى أوكرانيا بطلب من الناتو. نعرف أن الولايات المتحدة قد رفعت حالة الطارئة وهي الآن مستعدة لنشر 8500 جندي إلى القوات في الناتو. قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي مجلس الشيوخ فلاديمير جاباروف، قال إن الولايات المتحدة تسعى لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس. وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها لخلق فكرة في أوكرانيا بأن الحرب حتمية، مشيرا إلى أن إعلان واشنطن عن إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كييف وتوصيات لمواطنيها بعدم زيارة أوكرانيا هي خطوات في هذا الاتجاه. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار. شكرا هبة وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها. رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2022 في الوقت الذي خفض فيه من تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي. وتوقع صندوق في أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 إلى 5.6%، ليرتفع بذلك ويرفع من توقعات الصندوق السابقة والبالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي. أرجع الصندوق تحسن التوقعات بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة كورونا، خاصة في ظل تفشي
عالمي لمتحور أوميكرون. في المقابل خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي. وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتقديم حزمة تيسيرات جديدة لخدمة مواطني مدن القناة وسيناء خلال عبورهم من جميع المحاور على طول قناة السويس من أنفاق وكباري عائمة ومعديات. وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هذه التسهيلات تتماشى مع خطة الدولة التي تهدف بالأساس لربط سيناء بالوادي وتسهيل حركة التجارة والانتقال من وإلى سيناء بما يخدم المشروعات التنموية بالمنطقة. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للإنمائية ألساندرو فاركسيتي، وذلك للترحيب بتوليه قيادة مكتب البرنامج في مصر، وكذا بحث توطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للإنمائي. وخلال اللقاء أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع فاركسيتي وفريق البرنامج بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق أجندة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. استقبلت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وقد استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية العام الماضي، وقد احتل المرتبة التاسعة عالميا بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%. من جانبه أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تفاصيل انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، وذلك في الفترة من الرابع عشر حتى 16 من فبراير القادم. يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 26 ألف مشارك و260 متحدثا يمثلون المسؤولين والخبراء ورؤساء لشركات البترول والطاقة، بالإضافة إلى أكثر من 450 عارضا من شركات البترول المحلية والعالمية، كما يشهد عقد عدة جلسات عن وقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط إلى جانب الجلسات الخاصة بتمكين المرأة في قطاع البترول وبرامج لتدريب الشباب. كنا موجودين علشان نطلق الإعلان الخاص بإن شاء الله النسخة الخامسة من مؤتمر مصر ومعرض البترول الدولي في نسخته الخامسة إن شاء الله من يوم 14 ليوم 16 فبراير القادم. وبإذن الله إحنا يعني بدعم من فخامة الرئيس اللي بيرعى المؤتمر وبيحضره إن شاء الله للافتتاح، إحنا طبعا يعني تلقينا حتى الآن تأكيدات من وزراء دوليين ومن شركات رؤساء شركات دولية وأجنحة كثيرة ستكون ممثلة لدول مختلفة مع عدد كبير جدا من العارضين. إن شاء الله نتوقع أن هو يكون حضور كثيف. تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، وقد تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 وسط احجام واحجام لتداول المتوسط، وتراجع في راس المال السوقي بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746 مليار جنيه. اما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنا نسبته 63% ليغلق عند مستوى 11542 نقطة. في المقابل ارتفع المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 34% ليغلق عند مستوى 2139 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر اي جي اكس 100 فقد صعد بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة.
في أسواق العملات تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيا و66 قرشا للشراء و15 جنيا و75 قرشا للبيع، بينما سجل اليورو 17 جنيا و66 قرشا للشراء و17 جنيا و77 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه و6 قروش للشراء و21 جنيه و20 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرش للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا حادا في يناير وفقا لدراسة استقصائية شهرية لشركة IHS Market، ويرجع هذا التباطؤ إلى تأثير القيود المفروضة لاحتواء كورونا على إنفاق المستهلكين الأوروبيين، ما يضع عائقا جديدا أمام تعافي المنطقة. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود للختام مع زميل يوسف وهبة. شكرا لك مصطفى. والآن مع نهاية نشرتنا إلى حضراتكم تذكرة بأهم ما جاء فيها. في بيان مشترك رئيس السيسي ونظيره الجزائري يؤكدان على الطابع الاستراتيجي المتميز للعلاقات الثنائية فيما بينهما. ورئيس السيسي وتبون يوجهان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة. مدبولي يؤكد أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشات التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله.